صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 67 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. جاء فيه المادة الأولى: يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وعضوية كل من سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائبا للرئيس، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، السيد نبراس محمد علي طالب، الآنسة هادية محمد فتح الله محمد فتح الله، الدكتور توماس جايس روز نتش، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.